مستمرين معاكم في الحديث عن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ وأهم القضايا والجلسات اللي عقدت خلال فعاليات المنتدى، واللي من بينهم بالطبع قضية التحول الرقمي. احنا معانا دلوقتي على الهاتف المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري. صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. صباح النور. حضرتك شفت ازاي منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ، وايه اللافت للانتباه في المنتدى؟ الحقيقة ده الدورة الرابعة لمنتدى الشباب العالمي، والحقيقة له فوائد كثيرة سواء داخليا عندنا او خارجيا، وضع مصر وصورة مصر والوضع الطبيعي بتاعها. لكن المرة دي كان يعني الحاجة المميزة المرة دي ان المواضيع اللي تم بحثها كانت لها مواضيع هامه، وتم اخذ راي الشباب فيها وكيفيه التحرك فيها. فطلع بمجموعه من التوصيات هتظهر بكره بقى في الاعلام، عشان يبقى في زي خطه تنفيذيه لهذه التوصيات على مستوى شباب العالم. التحول الرقمي اول مره، المره دي في الدوره الرابعه اول مره يبقى واحد من المحاور الرئيسية في الندوات والمناقشات داخل المنتدى. وطبعا التحول الرقمي أصبح على مستوى العالم له أهمية كبيرة في العديد من المجالات. يعني النهاردة الحمد لله مصر بدأت موضوع التحول الرقمي، سواء في الحكومة سواء في مناحي الحياة المختلفة. النهاردة بقى أصبح عندنا للشباب بالذات منصة مصر الرقمية، وعلى فكرة منصة مصر الرقمية نالت إعجاب كثير من شباب العالم، اللي هي يقدر المواطن أو المواطن المصري يدخل عليها ويعمل مجموعة كبيرة جدا من الخدمات الحكومية عن طريق هذه المنصة. والحقيقة معظم شباب العالم يعني اتكلم بصورة جيدة جدا على هذه المنصة، وبعض البلاد هتعمل نفس الاكسرسايز ده او نفس المنصه دي عندهم. التحول الرقمي بيبقى اسهل مع الشباب. حضرتك عارفه طبعا ان كل الاجيال الجديده والشباب اكثر مننا كثيرا في عمليه المعلومات العامه عن تكنولوجيا المعلومات. يعني انا لما بشوف ولادي واحفادي بتخض من كثر تقدمهم في هذا الموضوع. ان شاء الله التحول الرقمي هيغير شكل الحياة سواء في الخدمات الحكومية أو في كل الأكتيفيتيز أو كل الأنشطة، بالذات خاصة مع الشباب. حضرتك يا فندم شايف إزاي أداء الدولة في هذا الملف، وأيضا شايف إزاي خطوات اللي بتعملها الدولة لتحويل أرشيف الوزارات الورقية إلى الإلكترونية؟ الحقيقة هو الفترة اللي فاتت حصل نقلة كبيرة جدا في التحول الرقمي بالنسبة للحكومة، خاصة مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. زي ما حضرتك بتقول في أكثر من مليار مستند تم عمل أرشفة إلكترونية له. يعني حتى الأرشيف بتاع زمان اللي كان يعني تراث في الحكومة أصبح غير موجود، وأصبحت المستندات كلها تم عمل أرشفة إلكترونية لها، يستطيع الموظف أو المواطن أنه يجدها بزرار واحد من على الكمبيوتر. الحاجة الثانية كمان ان العاصمة الإدارية الجديدة، الوزارات التي سوف تنتقل الى هناك اللي هم كل الوزارات، يعني 33 وزارة، ستعمل اللي هم جماعة الاجانب بيسموه paperless government، يعني ما فيش ورق، كل حاجة هتتم عن طريق الكمبيوتر والانترنت. فدي نقلة كبيرة جدا وتجربة رائدة. لو إن شاء الله بعد ما تنجح وتستمر في العاصمة الإدارية يمكن تطبقها في أماكن أخرى حكومية. طيب حضرتك شايف ازاي الخدمات المميكنة او الالكترونيك اللي بتعملها الحكومة دلوقتي، وازاي ممكن المواطن يستفيد منها ويتعامل برضو معاها، وده تقريبا اكبر تحدي بيواجه الحكومة في عام 2022؟ طبعا النهارده احنا عندنا اكثر من 100 خدمه حكوميه مميكنه يستطيع المواطن ان يحصل عليها بدون الذهاب الى الجهه الحكوميه. ووزاره الاتصالات قالت انها على نهايه 2022
هتوصل هذه الخدمات إلى 200 خدمة، وهي جميع الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطن. فده هيبقى يعني برضو نقلة كبيرة جدا. الشباب أكثر مستفيدين، لأن طبعا هم قدرتهم كبيرة على التعامل مع التكنولوجيا. لكن لم ننسى الـ يعني بعض الفئات التي لا تستطيع التعامل، فهيبقى عنده أكثر من مكان يقدم له الخدمة دي بسهولة شديدة. أولا مكاتب البريد، تم تدريب عدد كبير من العاملين في البريد على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين عن طريق كمبيوتر لو هو مش قادر يتعامل مع التكنولوجيا. وفي نفس الوقت أصبح في مكاتب قطاع خاص تم تدريب العاملين فيها لتقديم نفس الخدمة للمواطنين. فالمواطن يا إما هيدخل هو بنفسه على الكمبيوتر وعلى منصة مصر الرقمية ويحصل على الخدمة، أو هيذهب لمكتب بريد أو مكتب من المكاتب أقرب مكتب بريد تبع ليه. أقرب بالظبط كده. عشان يبقى غطينا كل فئات الشعب، سواء القادر على التعامل مع التكنولوجيا أو الغير قادر على التعامل مع التكنولوجيا. نعم. طيب باشمهندس هاني، يعني الفرص اللي بتوفرها التكنولوجيا الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لا ده احنا لقينا يعني التحول الرقمي له أبعاد كثيرة جدا، سواء في التنمية المستدامة أو في مكافحة الفساد أو في محاور كثيرة أخرى. لكن بالنسبة للتنمية المستدامة، أنا حضرتك مثال واحد مثلا. النهاردة بالتكنولوجيا يستطيع المزارع أن يحصل على كل المعلومات الخاصة بالزراعة بتاعته عن طريق تكنولوجيا المعلومات وعن طريق الإنترنت. برامج زراعية هتبث مخصوص للإخوة المزارعين حتى نرفع إنتاجية الفدان ونحل عدد كبير من المشاكل، ونوصل للمزارع كيفية الحصول على أحسن إنتاج من الأرض. وأنا ليه أخذت المثال ده؟ والأمثلة كثيرة في التنمية المستدامة، الذكاء الاصطناعي في الصناعة وفي الأمن، وفي حاجات كثير. لكن أخذت المثال ده لأن بوري لك أن حتى المزارع العادي سوف يستطيع الاستفادة من التحول الرقمي والاستفادة من المعلومات الخاصة بالزراعة، حتى يستطيع أن هو يقدر يرفع إنتاجية الفدان ويمنع أي حاجة من الحاجات اللي كانت بتقدر تقضي على المحصول أو تأثر عليه. بشكرك، شكرا، اتفضل. آخر حاجة بس أهم من الحاجات، أن التحول الرقمي بيساعد على منع الفساد، لأن النهاردة المواطن ولا هيروح يقف على شباك ولا هيضطر يدفع رشوة ولا أي حاجة لما بيعمل هذه الخدمات عن طريق الكمبيوتر. بشكرك شكرا جزيلا المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري.